تحية لارا شيمبو، تحية لكاسي عبد القادر، تحية للساكنة ديال المدينة، تحية للسلطات المحلية، تحية للجهة المنظمة وعلى رأسها السي المدير الجهوي لطنجة تطوان الحسيمة السيد محمد تقال. هاد التدهور اللي اكتسبتها المدينة العرائس، فشكرا لكل من ساهم في هذه التدهورة هذه، وما كرهناهاش تتكرر دائما. وكيفما جاء على لسان المدير الجهوي ان غادي تبقى تنظم تظاهرة من نوع آخر، هو المعرض الإقليمي اللي غادي يكون ما بين العريش والقصر الكبير. وكنشكروا على هذه الالتفاتة هذه، وكنشكروا مجددا عاود السيد العامل اللي كيدعم هذه التظاهرة الثقافية اللي كتجرى في المدينة ديالنا. وكنشكر الساكنة ديال المدينة اللي ساعدت على الإنجاح ديال هاد التظاهرة هادي، وشكرا مرة أخرى. نعم، على مستوى تقييم الأنشطة الموازية ومختلف الورشات والأنشطة التي قدمت خلال هذا المهرجان، ما هو تقييمك باعتبارك وكرت جميع الفعاليات منذ البداية إلى ختام يعني المعرض؟ الورشات ولا هذه كل شيء داز احسن ما يكون. كانوا بعد الورشات اللي تلغات، ولكن تعودوا بورشات للطفل اللي هي جوج ديال الورشات تعودوا اليوم داروا للاكنون اللي عملوا زياتي، وعمل واحد الفقره للاطفال التوحديين. هاد الفقرات هادو ما كانوش مبرمجين، ولكن ضافوا لهاد التظاهره هادي، وكان استقطبوا واحد العدد من ديال الاطفال اللي فرحوا بهاد النشاط هذا اللي دار. وحنا كاملين كنهدفوا للطفل الى علمناه كيفاش يمارس المسائل الثقافيه، فغادي نكونوا بنينا واحد الناشئه على الثقافه الجاده. نعم، على مستوى التقييم الموضوعي والايجابي ايضا لفعاليات هذا المعرض، ماذا يمكن تسجيله من بعض الصعوبات او الاكراهات التي واجهت المنظمين؟ الصعوبات اللي كانت هو الخيرات ديال المطر اللي كانت في هذه الايام هذه، هي اللي كانت شويه عملت واحد العائق بالنسبه للعارضين ديال الكتب. العارضين يعني تضروا بعد العارضين خلوا من المال الكتب ديالهم وتضروا شويه. اما المسائل الاخرى كامله دازت احسن ما يرام. نحاولوا نتفاداو مره اخرى نكونوا كننظموا تظاهرات في الوقت ديال اللي يكون فيها الشمس شويه، ما يكونش بحال هاد الفصول هادي، لان هاد الفصل هاد الفصول هادو كيكونوا فيهم شويه ديال الريح وشويه ديال الشتا. نتفاداو هاد الشيء هذا، ومن الاخطاء كنتعلموا. يعني الهفوات ما كتكونش مقصوده، ولكن ملي كتحصل ما عندنا ما نعملو، الامر ديال الله سبحانه وتعالى.